التوكل هو صدق الاعتماد، أن يكون صادق في اعتمادي على الله لا كاذب. مانا يويتا قول كون انكو غونغو ولي دون دون هاركو اوتي كو يويتي وكو الله سبحانه وتعالى كان كو غوتو وواثق من أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد كو اوتي كو فلو تكار واندا الله سبحانه وتعالى كو فدمكم هننا نايمو دون دون فلتي دون دون ويأخذ بالأسباب المشروعة على الممنوعة. دم من أنكر استوانا في التيرون دم هنكر قاية سبب وجودين أن الهرم كوبيج دقيقين وتفياه وترو إن ده هون ده فالدا. إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة فهو متوكل معتمد مفتقر لله سبحانه وتعالى. سأوتي جواري إلى بيج تاتي ما أفعل لتوان دم قال الله سبحانه كان خجوتو وقوم قايدون دم وقاية سبب وجودين هري أوراق إن تلك يوتيرو الله. نعم رجل من الناس يريد أن يحفظ القرآن. نقرأين ببنتوه ما فعله هنجر القرآن. يقول أنا متوكل على الله. وإن من دي لا فعله هنجر قلنا يوتي الله سبحانه وتعالى. نسأل نقول أنت صادق يقول نعم صادق والله لست بكاذب على في أني معتمد على الله لا على غيره. جونون إلا نتوم جون استايو حاليهم أني أنكو أقومر كونكو إذا يوتي الله وإن هي منكم يقومر أي فنادي ميوني. واثق في أن الله ييسر لك حفظ القرآن أو تشك في هذا يقول والله ما أشك طرفة عين. لانو دم ان الفلت وندما الله ويبنا تندي هنا من القران وان هي من فلت الله ويبنا يدو هل تاخذ بالاسباب هل تحفظ في كل يوم تراجع في كل يوم هل لديك شيخ تحفظ عليه وتراجع عليه قال نعم اذا هذا معناه انه متوكل على الله سبحانه وتعالى لانو دم جون ان ان ياندو نان يتو درسو ياندو نان جانغو يمو تشيرنوجو هدا ريوتاد وان هي ان ام نعم ان اغونجي نعم لكن إن اختل شيء من هذا هذا ليس بتوكل بل هو التواكل نسأل العافية والسلام ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه كل شيء ومن يتوكل على غير الله خذل نسأل العافية والسلام والله أعلم جون استايوني انتم نتلون سي قوتي دي شرط جدو إمرا فلتو عندما الله والتوتوما أيتي سبب وجدين أيمي كي مورون ستايوني انتم قوتي انتم هر انتاك نتقوى وكيلي دو هرقو نتقوى باري دو harayno ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ka yewtido Allah subhanahu wa ta'ala o gongi e mudum Allah o webdanam piji makko din fo